إذا كيف هو وضعنا؟ والله الحمد لله نحمد الله وضعنا يعلم به الله، نحن بخير والحمد لله، استقبلونا أصحاب القرية هذه ويمدونا الله الحمد. أنت من أي قرية من تبشع؟ تبشع عقب الحبشي بلاد الوافي. أنت من هناك من هذه القرية؟ أي من القرية. كيف خرجتم من القرية وصلنا الوقت؟ خرجنا أول حرقوا بالبيوت وبعدين فجروا ببيوت وسرقت بيوت وسكنوا دحين بعض البيوت يعني. أنا شرد من القرية ما في حدا. لما تفجرنا البيوت وحرقوا بيوت الناس شردوا من القرية، ما بقى إلا صغير ولا كبير، هربوا كلهم. جميع من في القرية هرب؟ والله هرب. إلى هذه المنطقة بس أو؟ لا، هنا بعقاقة حوالي تقريبا 80 أسرة والباقي بالدحي وبرباشة وبتاعز حوالي احنا 5000 نفر يعني تقريبا. 5000 نفر؟ تقريبا كذا. طيب كيف تعيشوا؟ ايش أعمالكم مشاغلكم حقوقكم؟ ما عندنا أعمال ولا عندنا شيء. ايش تعيش؟ أنا أكل نشرب من فضل الله وأصحاب الخير يمدونا. أنا أكل نشرب منين؟ طيب ايش من رسالة تحب تقول؟ الرسالة نحب نرسل هذه مجلس التعاون الخليجي أن يقوموا يدعموا الشرعية ويدعموا المقاومة بالسلاح وعند المرتبات للمرابطين بالجبال. بالنسبة لكم أنتم يعني أنت أنا كمواطن شعيش من جزء أي مواطن نطلب الإغاثة ونطلب المساعدة ونطلب أن يدعموا الشرعية يدعمونا بالسلاح يدعمونا بكل شيء. كيف حالك؟ له الحمد. أنت نازح؟ نازح. من فين؟ من تبشعة، من قرية تبشعة ناحية قبل حبشي. أنت من تبشعة؟ من تبشعة ناقة. كيف وضعك الآن؟ كيف تعيشي؟ الحين تعيش مع عنده لنا إضافة ما جينا. لما جيتم كيف خرجتي يا أمه؟ كيف خرجتي؟ خرجنا من مثلنا، خرجنا من هذه من الحرب، أقول لك من الحرب، ودقدق البيوت قفرن قربوا والرصاص لشقنا لشقل البيوت حقنا وضعوا قراشنا ودرنا حاجتنا خرجنا برواحنا. خرجتي بس ما شليتش معك ولا حاجة؟ ما شليناش حاجة، مشينا برواحنا ذوق أو داري مشيت أضحك علي قلب المداعة. أنا كمان لا عنك ما عندك شي خبير. الله ينتهك. ولا خرجتي بحاجة؟ سيبتي كل شيء هناك؟ سيبنا كل حاجة. كان معانا دقاق، كان معانا غنم، كان معانا كل شيء، قراش مشينا وخلينا حق الله. كل شيء هناك؟ ايوه كل شيء خلينه. مشينا برواحنا اقول لك من الرصاص. ايش تحتاج الان يا ام؟ محتاج احنا نحتاج ماشي نحتاج كل شيء ماشي اقول لك يا ام. ايش تتمني؟ ايش تتمني؟ ايش اللي تتمنوا انت الان وانت بهذا الوضع؟ نتمنى وقول مصاريف وغاثة وكل حاجة نتمنى. وإحنا بلوي ذا الناس مثل ما قالوا غريب، الغريب يا غريب كن أديب.
ناشد الصليب الأحمر وكل المنظمات بأن يخرجوا أبناءنا وأزواجنا من السجون رجاءً يا أخوتي، رجاءً. أزواجنا وأولادنا يموتون من الكوليرا، يعني هذا المرض انتشر بشكل فظيع فظيع، فلا تتفرجوا علينا بهذا الحال، حسبنا الله ونعم الوكيل. أرجو أن أنتم تتجاوبوا معنا في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد نداءة الاستغاثة التي أطلقها مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز وبعض المستشفيات في المدينة، قمنا اليوم بتنفيذ مشروع التدخل العاجل للوقاية من مرض الكوليرا في محافظة تعز. هذه المساعدات التي قدمناها ستقدم لوحدة ومركز الطوارئ الذي ينشئ في مستشفى الجمهوري لمعالجة وفحص هذه الحالات المصابة بهذا المرض في هذه المحافظة. نحن نطالب المنظمات الدولية والإنسانية سرعة دعم هذه الوحدة ودعم بقية المستشفيات حتى يتسنى لها معالجة هذا المرض والحد من انتشاره، كما نطالبهم أيضا بدعم هذه المستشفيات بأجهزة متخصصة للكشف عن هذا الوباء ومعرفة الحالات المصابة فعلا بهذا المرض من الأمراض الأخرى. طبعا اولا نرحب بجميع القنوات في مستشفى الجمهوري وبالخاص في قسم الحالات الاسهال المائيه التي تعاني منها محافظه تعز. هنا في القسم عندنا احنا تقريبا نستقبل حالات، امس استقبلنا حوالي 29 حاله، تم اثبات اكثر من 6 او 7 او 8 او 9 حالات اثبتت انها حالات كوليرا. القسم الان ممتلئ حوالي تقريبا 20 حاله. نحن نقدم الخدمه لامراض الكوليرا. تعز تحتاج إلى دعم، تعز تحتاج إلى معاناة. الآن تعز تعاني من وباء قاتل يقتل أبناء محافظة تعز. نطالب نحن الجهات الخاصة ونطالب المنظمات الصحة أن تعمل ما بقدرها لإسعاف الأمراض، لأن الأمراض يحتاجوا إلى دعم، يحتاجوا إلى على الأقل المحاليل عشان نعوض الأمراض. طبعا نحن ككادر متطوعين يعني نفعل جهدنا احنا، وان شاء الله ان احنا نقدر نحد من هذا الوباء.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من العنوان تشوفوا انه التعز تعز ما بعد الحرب. والحقيقه انه نحن نعرف تعز قبل الحرب وتعز اثناء الحرب، حتى الاوبريت اللي عرضوا الطلبه ايضا تعز اثناء الحرب. لكن تعز ما بعد الحرب هو في الحقيقه حتى الان في علم الغيب، يعني ما حدش يعني يعرف ايش بيكون وضع تعز بعد الحرب. انما كل ما نستطيع يعني ان طبعا نقوله هو عباره عن يا اما توصيات او يعني تصورات تنبؤات يعني لما سيكون عليه وضع تعز في المستقبل بعد الحرب، على اعتبار انه حتى الان نحن لا نزال نعيش يعني حالة الحرب ما انتهاش. يعني الآن المعروف انه تعز محاصرة يعني من كل الجهات، ما عدا المنفذ الوحيد اللي استطاعت المقاومة يعني مع الجيش الوطني انه يفتحوا لنا هذا المنفذ اللي لعدن، والآن مهدد يعني يمكن مهدد بالإغلاق. ولذلك يعني تعز لا تزال محاصرة. ويعني طبعا أنا كنت أتمنى في مثل هذه المناسبة إنه يكون في يعني تناول لمجالين، يعني المجال السياسي والمجال الاقتصادي. من الجانب النفسي نرى بأن الأشخاص الكبار في المجتمع ممكن أن يكون قدرتهم على تحمل الضغوط المختلفة والكوارث والحروب أكثر من الأطفال، فكما شاهدنا في الصور التي تم عرضها الصور والأشياء المفزعة بالنسبة للأطفال، الجانب النفسي الذي يتعرضون له، ولا يقل هذا الجانب أو التأثير للحروب على الأشخاص الكبار، بمعنى أن الصدمات النفسية تصيب جميع أفراد المجتمع، فالحروب تترك لنا خراب مادي وجسدي، خراب في الممتلكات وخراب أيضا في الأجساد من قتل وتدمير وإصابات بالإعاقات المختلفة. هذا الخراب المادي والجسدي أيضا ينتج عنه خراب للبيئة النفسية.